السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. جيناكم بزيد مواضيع، موضوع تاع شعيب اللي كان صغير سمعه. شعيب اليوم كان تكلم كلام قوي على لاكاف وعلى الاتحاد الجزائري. قال لك ما بمشي على غير هذا الاتحاد، على الاتحادات اللي جازوا على الجزائر. قال لك يجيبوا من هبه ودبه هو اللي يخدم في الاتحاد. تسمعوا الكلام القوي اللي تكلموا، وعلى المخزن ايضا. ونزيد نعطيكم حقيقه رفض الطاس طعن الجزائر بخصوص مباراه بركان. خاوتنا الكرام، نعطيكم غير رسمي اليوم ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا. تداولت هذا من الجزائر الجديده. تداولت الصحافه المغربيه اليوم الثلاثاء خبر رفض محكمه التحكيم الرياضي الطاس طعن الاتحاد الجزائري لكره القدم في قرار اتحاد الكره الافريقي كاف حول قضية مباراة اتحاد العاصمة ونادي نهضة بركان المغربي. وقد تناولته مختلف وسائل الإعلام المغربية. أضافت للمواقع الإفريقية التابعة للجارة الغربية هذا الخبر وهمي، وهذا الخبر وهي جد منتشية بالقرار الوهمي. اسمه قرار وهمي هذا، دوك تفهموا هذا القرار وشنو خاوتنا الكرام. والحقيقة هي أن محكمة التحكيم الرياضي طاس التي يوجد مقرها بمدينة لوزان السويسرية لم ترفض طعن اتحاد الكرة الجزائري فاف أبدا، بل رفضت فقط الطلب الاستعجالي الذي تقدم به نادي اتحاد العاصمة الجزائري من خلال الفاف بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف. هنا ما لغات لهمش الطعن، لغات لهم قالت لهم ما ديروش في الاستعجالي، ديروه في العادي. هذا ما كان، خرجت كل ابواق هناك من الجهه الغربيه في المواقع ديالهم انه رفضت الطعن. اقراوا مليح، زيدوا تابعوا معنا. بالغاء قرار لجنه الاستئناف التابعه لكاف كما قلنا يوم 24 ابريل 2024 والمتعلق باعتبار نادي اتحاد الجزائر منهزما ب3-0 في لقاء الذهاب للدور النصف النهائي لمسابقه كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي كان مقررا بين الفريقين يوم 21 أبريل بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة. وهذا الأمر ليس بالجديد، إذ كانت القاضية المكلفة بالقضية قد أكدت لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عند إيداعه الملف يوم الجمعة الماضي بأن دراسة الملف يتطلب عدة أيام. فهمتونا خلطنا كرام، يتطلب عدة أيام، وبالتالي لا يمكن إلغاء نتيجة الذهاب. كما طمأنته بأنه حتى في حال إجراء مباراة الإياب إقصاء نادي اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان فإن الطاس سيلزم الكاف بإعادة مباراتي الدور النصف النهائي وحتى النهائي في حال ما تم صدور قرار نهائي لاحقا في صالح النادي الجزائري. الجدير بالذكر أن قضية مباراة نادي اتحاد الجزائر ونهضة بركان قد اندلعت بسبب القميص الرسمي للنادي المغربي الذي أصر على خوض مباراتي الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي يعتبره الطرف الجزائري يحمل شعارا سياسيا لتضمنه خريطة وهمية تشمل الأراضي المغربي إضافة لأراضي الصحراء الغربية المحتلة. أكو سمعتوا معنا خوتنا، هذا الشيء اللي صرا اليوم هو ما إلا على الاستعجالي ومشي استعجالي، لأنه الاستعجالي يتطلب الرابيديتي باش يديروا هذا الملف ثقيل، لازم يتريتوا له ويخدموه بعقلهم. بالك يشد سمانة 10 أيام، بالك يشد 12 يوم، ما على بالناش. على بها الكاف، على بها الطاس، الطاس قال أعطوني مهلة مش استعجالية، خلوني نتريت. وحتى لو تلعب النهائي ولا راهي تلعب ولا خسرت لياسما ولا تليمينات لياسما وكيما راهي دوك ميليمينيا، كل شيء راح يتغير بعد ما راح يكون هاد القرار تاع الطاس هو الاخير. يعني اتحاد العاصمة، جماهير اتحاد العاصمة، الجماهير الجزائرية كلها ما تقلقوش، ما الا صفحات مغربية اللي راهي تقول باللي لغاو لنا الطاس. الطعن ديالنا هو كل شيء كذب في كذب. خاوتنا الكرام، شبعونا كذب وشبعونا عناوين بالبند العريض، عياونا بالبند العريض، لاني على بالي من الاخر كذب. الان ما تقطعوش الفيديو،
خليكم تسمعوه شعيب شوفوا واش تكلم. بعده في عجالة تكلم رفيق واحد وكان قصف أيضا وكشف واحد الأمر، قال لك الكاف راحت لهيئة الأمم المتحدة وجابت الخريطة تاع الصح من الأمم المتحدة باش تعرف باللي هاد الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها وليس تاع المغرب. تابعوا معنا الفيديو خوتنا الكرام، ما تروحوش بعيد، ما راحش نقطعكم. ما رأيك في دعم الاتحاد الجزائري مع هذه القضية؟ شوف هنا نعاود نقول لك باللي شوف لو مون دي فوتبول اليوم تغير وحنا اون دوا سادابتي ا توسا. Et si on veut réellement s'adapter à tout ça, on doit former des gens qui peuvent former la CAF ou la FIFA. Qui va se former, c'est-à-dire, je suis n'importe qui là, il cherche la CAF. La CAF, elle n'est pas seulement en otage, elle est hors contrôle. مش كونتروليا وهذا شكون راجع علاش؟ باسكو شوف كي تشوف انت المخزن، كي تشوف المخزن نتايا فشل في السياسه وين راح؟ الرياضه راح للرياضه، وعلاش راح للرياضه؟ الرياضه باسكو سي لوبيوم دو بوبل سا فيكول كولتشر اكزاكتومون وهما ايزو انفيستي سو سا. نقول لك باللي كيفاش هما عندهم 12 مومبر في لاكا علاش؟ احنا ما عندناش حتى واحد. وعلاش هما يلو انفيستي اسمع لازم ايزون انفيستي شكون شداو تا داو لاسوسياسيون دي كلوب افريكا داو هما وحنا وين رانا؟ وين رانا حنا؟ راني معاك خليني معاك في هذه القضية تاع لا هذه القضية تاع الصح ما يهمنيش بركان ولا المخنز انا يهمني حنا واش انا نديرو وعلاش؟ واش انا نديرو وعلاش؟ بوكون انفيستي با سو لي جون انفورميو الناس في الدبلوماسي سبورتي الله فيولي لي ريغلومون لي تيست تاعها باسكو علاش الشعار هذاك مقدور اليوم جوار كيف في التريكو كاين شعار مضى يسبونديو كيفاش ما تسبونديش كلوب يدير شعار خريطه وهميه ابو تريكو خريطه وهميه انا نقول لهم من هذا المنبر انا نمشي معكم ونضربكم وندخل يكون ديروا الخريطه تاع ميليا وسته والله نمشي معكم ورونا باللي في الخارطة تاعكم انفلو 6 وميليا باللي تاع المغرب. الشيخ انا معاكم متفق معاك. فهمت انا نمشي معاك. من يوم هذه الحكاية قاعدتك اليوم عطتنا درس والدرس احنا لازم ناخذوا بعين الاعتبار. لازم نبغوا انفيستير في الدبلوماسي سبونسيف. والناس اللي يكونوا تما لازم يكون عندهم كفاءة. باسكو اليوم ماشي اللي واعر اللي يربح. اليوم لو بلو انتيليجون. Le plus réfléchi. On doit former les gens pour la diplomatie sportive. Les gens, on a des capacités, on a des jeunes. Oh, je ne vais pas dire que j'ai des masters en droit. En droit des affaires, en droit des femmes. Pourquoi on a des gens qui ont des bras cassés dans le bureau fédéral? C'est le cas de la fédération. Ils ont des bras cassés dans la fédération. Les mecs qui ont des bras cassés, ils ont des bras cassés, ils ont des titres. ما يعرف يدافع ما يعرف يا صاحبي انا شوف هذا يحسب لي هذا انا قلت لك 12 مومبر عندهم 12 واحد وزاد داو لاسوسياسيون دي كلوب افريكا حنا لازم نفهموا كيفاش نديروا ما يهمناش فلان ولا فلان ولا انا نقول لك باسكو علاش المخزن دخل في الوسط باسكو كي فشل السياسيين اللي سي اورينتي باغ لو سبور هذا ما كان
المخزن دخل في الوسط لانه فشل سياسيا، وهذه حقيقه نعم، لانه سياسيا ما كاش كما احنا رانا رياضيا ما كاش، هما راهم سياسيا ما كاش، وحنا ماذا بينا سياسيا نكونوا ملاح والحمد لله سياسيا بلا ما نهضروا. الغايب والحاضر على بال الجزائر بقوتها السياسية. تابعوا معنا رفيق واحد واش كشف. رفيق واحد احنا قلنا اليوم كاع على متعدين، معليش رفيق واحد بعيوبه وبكذا، اليوم تكلم مليح على هذه القضية وعلى الصحراء الغربية. تابعوا معنا نزيد ثاني ما نقطعكمش فيها دقيقة ونصف. تابعوا معنا خاوتنا. رفيق شنو هو الزافوكا؟ اسمحوا لي، يعني زافوكا دو لافاف رايحة أبعد من ذلك، راحوا دخلوا جدوا القضية تاع الصحراء الغربية وسجلت لا كرونولوجي تاعها في الأمم المتحدة، وجابوا الخريطة تاع الأمم المتحدة الرسمية التي تعتمد الصحراء الغربية كدولة، وراحوا الاتحاد الإفريقي اللي الصحراء الغربية عضو مؤسس فيه افيك 52 هما 53 واللي ما دخلوش في المغرب دخلت 2014 وفي الحدود تاع الصحراء الغربية، ومادام دخلت الاتحاد الإفريقي يا المغرب وتعترف بوجود الصحراء الغربية فإنك تعترف بها كبلد، واليوم ما تقدرش دير الخريطة تاعها تنتهك فيه الأنكسي الصحراء. لو دوسي كيما قال الشيخ قالهم ديروا السبتة الليلية، أنت درت دوسي تاع كونديداتور لا كوب دي موند 2030 مع البرتغال وإسبانيا، إسبانيا داروا السبتة الليلية إسبانية ما هدرتش معاهم. بصح كيف لاكوب دي موند الخريطة الحقيقية ديالك ما فيهاش الصحراء الغربية، لأنك أنت يا براغماتي وخفت أنه ينوضوا لك الناس باسكو حبيت لاكوب دي موند تاع أعلى السلطة في الناس تهضر لك ترهن حظوظك في 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 حضور كأس العالم، تسمى أنت كي ولات الحظوظ ديالك في المصلحة ديالك اعترفت رسميا بأن الصحراء الغربية ماشي أرض تاعك، وفي وبعد الدور على رأيك وتولي الصحراء الغربية أرض ديالك. نأكد لك باللي واحد ما يجاوبك على هذا السؤال تاع سبتهم ليليه كما كنت ما تقدروش ديروها في التريكو امبوسيبل، واللي هي تاعكم صح اراضيكم، وزيد على ذلك في الخريطه تاع ترويج لكاس العالم واللي راح تحتضنها المغرب، خريطه المغرب اللي نعرفوها من بكري، هذيك هي الحدود اللي خلاها الاستعمار. هذيك يا خوتنا الكرام، ما عندي ما نزيد نعلق، عندكم حق الرد خوتنا وبكل احترام لاننا نتكلم باحترام. شكرا لكم، تابعونا قناة عبد السبور، فعلوا الجرس، سلام.